مراقبون مذهولون يشبهون ما حدث في السادس من يناير من خرق لمبنى الكابيتول بأنه غير مسبوق منذ حرق البريطانيين المبنى نفسه خلال الحرب البريطانية الأمريكية عام 1814. ورغم أن هذا صحيح فيما يتعلق بالكابيتول، إلا أن المؤرخ ريتشارد كرايتنر، وهو مؤلف كتاب افصلوهما الذي يخوض في تاريخ الانقسامات الأمريكية، يقول إن هناك نظيرا تاريخيا لما يحدث. كنت أجري مقابلة في السادس من يناير وذكرت فيها انتخابات العامين 1800 و 1876. كان هناك اختلاف حول تلك الانتخابات، وكان هناك قلق من اندلاع العنف ومن إطاحة الرئيس المنتخب، لكن ما حدث هذا العام هو العنف الفعلي. كرايتنر يصف ما حدث بالإرهاب الداخلي، ويقول إنه يعتقد أن استخدام تعبير التمرد، والذي استخدمه زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونل لوصف الأحداث، كان دقيقاً. This failed insurrection only underscores how crucial the task before us is. كانت محاولة انقلاب ولكنها فاشلة بسبب العملية الدستورية التي التزم بها مايك بنس ونانسي بيلوسي. Madam Speaker, members of Congress. كرايتنر يرى الكثير من التشابه ما بين الخلافات التي أدت إلى الحرب الأهلية والخلافات التي تدور اليوم. في ذلك الوقت كان الموضوع هو العبودية، أما اليوم فالقضية التي تسيطر على المشهد ولو بطريقة غير مباشرة هي العرق أيضاً، رغم مزاعم مؤيدي ترامب أن تزوير الانتخابات هو ما يقلقهم. الكثير من الناس الذين خرقوا الكابيتول كانوا من الذين يؤمنون بتفوق العرق الأبيض أو الذين يتعاطفون مع الكونفدرالية، لذلك شاهدنا الأعلام الكونفدرالية والعلامات النازية. هؤلاء يخشون مستقبلاً تقوده التعددية العرقية، ويخشون أن يتركهم ذلك مهمشين. الخوف الأكبر الآن هو أن تستمر أعمال الشغب وأن تصبح أكثر عنفاً وتخطيطاً حتى بعد استلام الرئيس المنتخب جو بايدن للسلطة. منى الشقاقي، الحدث، واشنطن.